مازالك تخمم كيفاش غادي نحضر الزفوف وكثره القوام والمقادير وطريقه ديال التحضير ديالو؟ هذا مسمر وطرقناه اليوم ان شاء الله غادي ندرج معكم اسهل زفوف على الاطلاق من ناحيه المكونات والمقادير والقوام ديالو وطريقه ديال التحضير ديالو في نفس النهار بدون فرن ولا زبده ولا عسل. تمنينا لإعجابكم لفيديو ديال اليوم، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير الخطيره اللي كيوجد في نفس النهار ديالو، كيجي من اروع ما يكون والمذاق لذيذ لذيذ جدا، زائد التعليكه مع الاسرار ديال النجاح ديال الزفوف ديالنا واخا يطول المده ديالو كيبقى كما هو. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضم لقناتي، ما عليه الا يفعل الجرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. ونمشيو نشوفوا الزفوف او سلو مكونات والمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه واول مرحله كنقوم بها في تحضير السلو او الزفوف ديالي، وهي اول حاجه عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي كيكون كنشريه كيكون منقي، من الاحسن كيلو الكاوكاو اللي يكون بلا قشره. اول حاجه كناخذ الكاوكاو ديالي وكنضيف له كميه من الماء الساخن جدا، الماء يكون ساخن جدا، كنغطيه بالماء تقريبا واحد لتر في كيلو ديال الكاوكاو. وانتم بالنسبه للعبار اللي غنعطيكم انايا ديال الكاوكاو او اللوز او الزنجلان على حسب اختيار ديالكم، انا عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو كنضيف له الماء ساخن ونص كاس ديال الماء الزهر، وكنغطيه وكنخليه تقريبا واحد نص ساعه او ساعه بيد ما كنحضر المكونات الاخرين، كنغطيه وكنخليه يشرب داك الزهر وداك الماء. السر ديال هذا الماء الساخن والزهر كيحيد لينا بتاتا، ما كتبقاش النكهه ديال الكاوكاو. غادي نوضعو جانبا ونمر نوجد الزنجلان ديالي. الزنجلان ديالي هنايا عندي كيلو ديال الزنجلان اللي منقي بطبيعه الحال ومغسول جيدا. كيلو ديال الزنجلان اول حاجه غادي نحمرو، غادي نحمرو غير في طنجره الضغط اي الكوكوت، كيف ما كتشاهدوا معايا بدون فرن هاد الزفوف ما غاديش نستعمل الفرن بتاتا. كنوضع كيلو ديال الزنجلان اللي منقي ومغسول في طنجره الضغط، وكنضيف ليه واحد تقريبا 4 ديال المعالق كبار من الزيت النباتيه. غادي نحمرو في الزيت. علاش غادي نحمرو في الزيت؟ غادي نقول لكم علاش، باش كيبقى لينا داك الزنجلان مقرمش مده طويله. يعني ملي كنحمروه في المقلات اول حاجه كيدير لينا الروينه، كيبقى يطير، كيبقى يتزل علينا داك الزنجلان في المطبخ. ثاني حاجه والاهم، وهو الزنجلان ديالنا كيبقى محافظ على القرمشه ديالو وكيجي ملبي، كيجي رائع جدا. يعني كنبقى نحمرو في طنجره الضغط على النار اللي تكون مهيله، وكنحرك بواحد الفوي، ضروري نحرك بواحد الفوي او ملعقه خشبيه، التحريك يكون مستمر حتى كنحس بيه بانه تقرمش. كنبقى مره نهزو بيديها، كندوزو بين سبعاني حتى كنحس بيه بانه مقرمش. صافي كندوز هاد المرحله وكندوز المرحله المواليه. المرحله المواليه عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز، يعني رابعه ديال اللوز هي اللي كنحتاج في هاد الزفوف ديالي. تقولي علاش درتي غير رابعه؟ غيعطينا واحد النكهه خطيره. كنخليه بالقشره ديالو وكنحمرو كذلك في الطنجره ديال الضغط، كنحمرو تحميره هكا تكون خفيفه. 250 غرام ديال اللوز بعد ما حمرتو كنطحنو يعني في الخلاط الكهربائي او المولينكس ديال اندو 3، وكنطحن معاه تقريبا واحد كاس ديال زيت العود اي زيت الزيتون، حتى كنحصل على واحد المزيج بحال كنصيب املو تماما، املو ديال اللوز. بالنسبه للرابعه ديال اللوز كندير فيها كاس ديال زيت العود. المرحله المواليه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا كيلو من الدقيق من نوعيه الجيده اي الممتازه. كيلو ديال الدقيق اللي وزنته قدامكم، يعني ما ضفتش، يعني كيلو ديال الدقيق فقط، كنديرو كذلك في طنجره ديال الضغط وكنديرو يتحمر على نار مهيله حتى كنحصل على اللون اللي انا باغا مع التحريك المستمر. هتقولوا لي عاوتاني علاش درتيه في طنجره ديال الضغط؟ كيعطيني اللون اللي بغيت انايا وما كيديرليش داك التكتلات او داك الحبيبات، كيكونوا داك الحبيبات ولكن واحد النسبه قليله ملي كنحمرو في المقلات او كنحمرو في الفرن. كنبقى نحرك بالفوي، يعني ضروري نبقى نحرك بالفوي، يعني التحريك اللي يكون مستمر والنار تكون متوسطه حتى كنحصل على واحد اللون اللي انا باغاه. بالنسبه للتحمر ديال الدقيق تشوفوا نتوما وشنو بغيتوا، بغيتوه داكن او فاتح. انا كندير واحد التيست، كناخذ شويه ديال الزيت عاديه وكندير فيها داك الدقيق باش نشوف اللون اللي انا باغاه. انا كنكتفي بهذا اللون هذا، صافي كنطفي عليه وكنحطو جانبا. كنرجع للكاوكاو اللي كنت فزكت في الماء والماء الساخن.
كنحيد منه داك كنصفيه جيدا من الماء وكنشفو جيدا بواحد الفوطه او واحد الزفته كينشف مزيان، وكندوز لمرحله التحمر ديالو. في التحمر ما كنحمروش كذلك في الفرن، كنقليه في الزيت. يعني كنقليه في الزيت ضروري تكون الزيت بارده، ما نديروش الزيت كتسخن عاد نقليوه، الزيت تكون بارده والنار تكون مهيله. كذلك في طنجره ديال الضغط كندوز نحمرو كنقليه حتى كنحصل على واحد اللون ذهبي، يعني ما نتسناوش عليه حتى يذهب لينا وسط الزيت، لا. يعني منين كنشوفوه بدا كيتبدل اللون ديالو صافي كنرفعوه من على النار. راه بالنسبه للوز او الكاوكاو راه كيكمل الطياب ديالو من بعد ما كنحيدوه من الزيت. كيف ما كتشاهدوا معايا غير كنحصل على هذا اللون هذا فقط، كنحيدو وكنفرش واحد ورق المطبخ باش يشرب ليا داك الزيت الزائده، وكنوضعو في واحد السوينيه باش نخليه نسرحو باش نخليه يتصفى من الزيت وكذلك باش يبرد ليا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو اللون، وراه باقي غادي يتكن اللون ديالو، يعني باقي غادي يشد لينا الطياب. الحراره ديال الزيت باقي كيشد لينا الطياب ديالو، يعني باش ما يجيناش داك الطعم ديال الكاوكاو يبرز. حنا درنا ليه الزهر والمطايب يعني باش كيحيد لينا داك الجهد ديال الكاوكاو، ما كتحسوش بان هاد السلو فيه بتاتا النكهه ديال الكاوكاو. هذه يعني اضافه ضيفوها منين تبغيو تحيدوا الجهد ديال الكاوكاو ديالكم، ضيفوا ليه الماء الزهر والماء الطايب، يبقى يعني اطول مده ممكنه. انا خليته تقريبا واحد نص ساعه بين ما وجدت اللوز وزدت الجنجلان. كيف ما كتشاهدوا معايا انا سرحته هنايا، نخليه حتى ينشف ليا من الزيت وكذلك حتى يبرد، عاد ندوز المرحله ديال الطحين ديالو، يعني ما نطحنوش وهو ساخن. فهاد المرحله هادي غنخليه يبرد ونمشي نحضر التعليكه الخطيره اللي هي كتعطينا واحد اللذه واحد المذاق لهاد السفوف ديالنا. عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق الفرص و400 غرام ديال الطحين سبيسيال، اي طحين الفينو. الا عندكم القمح الكامل ممكن تضيفوه. كناخذ هاد 400 غرام ديال الفورس و400 غرام ديال الطحين سبيسيال اي فينو، وكنضيفها على داك الزيت اللي قليت فيها الكاوكاو ديالي، يعني كتكون داك الزيت باقا فيها نسمه ديال الكاوكاو. كنضيفها كلها هي وكناخذ واحد الفوي وكنبقى نحرك، كنبقى في التحريك مستمر على نار اللي تكون مهيله حتى كنحصل على واحد التعليكه اللي كتكون اللون ديالها ذهبي. يعني ملي كنحصلوا على داك اللون ذهبي صافي كنطفيو عليها النار، ما نخليوهاش حتى نقولوا مازال ما حصلنا على اللون، لان الزيت كيف ما كتعرفوا كتشد لينا الحراره وباقي غادي يتكال لونه من بعد. غير تبعوا معايا لا فيديو وتشوفوا اللون ديالو من بعد ما طفيت عليه وخليته حتى برد، راه زاد عطاني واحد اللون اكثر. يعني باش ما يتحرق ليناش داك الطحين غير تقريبا قل من جوج دقائق او ثلاثه دقائق مع التحريك المستمر، صافي هذا هو اللون اللي حصلت عليه. غادي نطفي عليه ونوضعو جانبا حتى يبرد. يعني ملي كيبرد راه كيزيد يذكال اللون ديالو. هاد التعليكه يعني منين جربتها ما نبقاش نستغنى عليها في الصفوف ديالي، يعني كيعفيني من العسل او الزبده اللي كتخلي داك الصفوف مع المده كيطول وكيغوى. غادي نوضعو جانبا ونمشي نطحن الكاوكاو ديالي. كيف ما كتشوفوا بعد ما برد ليا كنطحن الطحنه الاولى، كنقسمو على نصفين، يعني عندي كيلو ديال الكاوكاو كنقسمو على نصفين. الطحنه الاولى كنعلكو مزيان، يعني كنطحنو حتى كيتعلق وكيطلق الزيت ديالو، والقسم الثاني كنطحنو غير مهروش هكا اللي يكونوا حبيبات ديالو، يعني مهروشين. كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره كنتمنى الشرح يكون واضح والصوره اوضح. انا كنطحن الكميه النصف ديالو مع يعني كيجي معلق، ونص ديالو كيجي مهروش. بعد ما ساليت الكاوكاو غادي ندوز نطحن الزنجلان ديالي كذلك بنفس الطريقه. عندي كيلو زنجلان، حيدت واحد زلافه تقريبا واحد 250 غرام ديال الزنجلان رابعه حيدتها جانبا، والما تبقى غادي نطحنو جيدا حتى يتعلق. يعني ضروري ما نطحنو هاد الزنجلان جيدا حتى كيتعلق باش كيعطينا واحد اللذه في الصفوف ولا اروع. وانا راه حيدت واحد زلافه 250 غرام وضعتها جانبا. بعد ما وجدت الزنجلان ديالي والكاوكاو كيف ما كتشوفوا املو ديال اللوز اللي طحنته، يعني ربعه ديال اللوز اللي طحنتها مع كاس ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا الكاوكاو اللي طحنت الكميه ديالو النصف معلق والنصف غير مهروش. عندي هنايا الزنجلان كذلك اللي حيدت منه واحد زلافه. كنعاود معكم المكونات والمقادير غادي تلقاوهم بالضبط وبالتفصيل في صندوق الوصف. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق اللي حمرت، وعندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق سبيسيال اي فينو، 400 غرام ديال الفورس مع الزيت اللي قلينا فيها الكاوكاو وتحمر، وهذا هو اللون ديالو. بعد ما طفيت عليه وارتاح كنحصل على هذا اللون ديال التعليكه. الا بغيتوا اللون يكون داكن كتزيدوا تخليه شويه على النار، يعني هذا هو اللون المثالي اللي غنحصل عليه. عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار
ديال النافع، 3 معالق كبار ديال حبس حلاوه، و 3 ديال المعالق كبار ديال القرفه. يعني 3 معالق كبار ديال حبس حلاوه والنافع والقرفه اللي كتكون مطحونه، اكيد هادشي كيكون مطحون ومغربل. وعندي هنايا المسكه الحره اللي غادي نطحنها مع شويه معلقه صغيره ديال السكر كلاصي باش تطحن لينا. بالنسبه للسكر كلاصي عندي هنايا تقريبا 500 غرام او 400 غرام سكر، تيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني بغيتو يكون حلو او ناقص شويه. درت انا 500 غرام ديال السكر كلاصي. وندوزو للمرحله المواليه. كنجيب واحد البانيو اللي كنكون مخصصه، يعني السفوف يكون نقي ونظيف وممحي جيدا، وكنوضع فيه كيلو ديال الدقيق اللي حمرته. وعندي هنايا زلافه ديال الزنجلان. انا كنتعمد نعاود ندرج معكم المكونات والمقادير وحتى العبار ديال المكونات باش تكونوا خديتوا فكره شامله وكامله على سلو ديالنا او السفوف. التحضير ديالو كيوجد في نفس النهار كيف ما شفتوا معايا، ما ضيعتش الوقت. كنكون كنحمر الدقيق، كنخليه يبرد، كنمشي نطحن الكاوكاو، كنطحن الزنجلان، يعني كنحضروا في نفس النهار، ما كياخدش مني اكثر من 3 سوايع تنكون حضرت السلو ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا وضعت هنايا الزنجلان، وضعت هنا الكاوكاو، السكر كلاصي عندي هنا 500 غرام ضروري ما نغربلو، لان السكر كلاصي تيكون فيه الحبيبات، واكيد اكيد الطحين اللي حمرناه حتى هو راه غربلتو من قبل. عندي هنايا هاد املو ديال اللوز اللي خليته بقشرته وحمرته وطحنته مع كاس ديال زيت الزيتون. واكيد اكيد ما نساوش التعليكه ديالنا الخطيره اللي فيها 400 غرام ديال الدقيق الفرص و 400 غرام ديال الطحين سبيسيال مع الزيت اللي قلينا فيها الكاوكاو. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد التعليكه كتجي من اروع ما يكون، واللي بغى يضيف ماء الزهر يضيف غير الروح ديال ماء الزهر، واحد الرشيشه ديال ماء الزهر، لان راه درناه في الكاوكاو وعطانا داك النسمه ديالو، ورشه من الملح ضروري، واحد الرشيشه غير قريصه هكا بين يديكم ديال الملحه كنضيفوها باش كتعطينا واحد النكهه للسلو ديالنا كتجي من اروع ما يكون. انا ما لا انتبهتوا هنايا ما درتش انا الكوزه، واللي بغى يدير الكوزه غيطحنها جيدا ويغربلها ويديرها. يعني الكوزه انا ما ضفتهاش، كيف ما كتشاهدوا معايا كنعرك جيدا المكونات، كيجينا ملبي ويعني ما فيش داك اللي دام بزاف، رغم اننا ما درناش فيه الزبده وما درناش فيه العسل، يعني غير الزيت اللي قلينا بها الكاوكاو هي اللي درنا بها التعليكه، وكذلك واحد كاس ديال زيت الزيتون اللي طحنا به، يعني على شكل املو طحنا به اللوز. كنعرك جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا، نعرك تقريبا واحد ربع ساعه او تولد ساعه حتى كيندمج ليا كلشي، يعني السكر كلاصي مع القرفه مع الدقيق مع داك اللوز مع داك الكاوكاو يطلق التعليكه ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي هاد السفوف من اروع ما يكون، وكيوجد في نفس النهار، وهذا مسمار وطرقناه بعد ما حضرته وجدته كيف ما كتشاهدوا. هذا هو سفوف او سلو اللي ما كيخطاش اي اسره مغربيه في شهر رمضان الفاضل، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ورزق يا ربي امين. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو السلو ديالي بعد ما زينته واحد الحصص ديال اللوز اللي كنت عبرت رابعه، وخليت واحد شويه اللي فسخته وحمرت واحد شويه باش كنزين به السلو ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا سلو او صفوف اللي ما كيخطاش اي اسره مغربيه فهاد الشهر الفاضل، وكيوجد الاروع ما في هاد السلو، كيوجد في نفس النهار بلا تماره بلا فرن، يعني كنحضروه في واحد الوقت وجيز. وبالنسبه للمكونات والمقادير، هاد المكونات والمقادير كيعطيوني تقريبا 5 كيلو ديال الصفوف، ايه 5 كيلو ديال السلو اللي كنحصل عليها بمكونات بساط جدا وفي متناول الجميع. اللي ما كتزعمش على السفوف او كيغلبها في هذا الفيديو هذا غادي تزعم وغتشمر وغتنوض دير السفوف او سلو. ونتمنى ينال اعجابكم الوصفه ديال اليوم اللي هي سلو او سفوف اللي ما كيخطاش حتى شي اسره مغربيه. كيف ما كتشاهدوا معايا في الصور، الصور راها معبره اكثر، كيجي ما بين معلك وما ميدمش وخفيف، كيجي رائع جدا، والمذاق هو الاروع، رغم اننا درنا فيه رابعه ديال اللوز، ايه رابعه ديال اللوز حصلنا على سفوف من ألد ما يكون. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد، وما تنساوش البارتاج. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في رعاية الله.